أكثر من شهر يخططون لهذه العملية، لذلك كان إنجازها وكان التحرك بالأهداف بكل انسيابية وبكل سهولة. الحمد لله لحد الآن لم تحصل ضحايا في صفوف المجاهدين، الخسائر فادحة في جانب العدو. سوف تعلن في نهاية هذا اليوم وفي نهاية كل يوم في الإجازة المسائي تعلن خسائر العدو وتعلن المساحات التي حررها المجاهدون. المساحة المستهدفة في هذه العملية هي أكثر من 10,000 كيلومتر مربع. الحمد لله الآن المجاهدون على باتوا على قاب قوسين وأدنى من هذه المناطق المهمة والاستراتيجية وهذه الثروة الوطنية. نحن لسنا طلاب حرب، ولكننا لها إذا فرضت علينا نحن نفكر في عراق موحد وفي عراق تسوده الأمن، تسوده الاحترام المتبادل بين كل مؤلفاته. نحن لسنا ضد طرف، بل نحن ضد كل من يحاول مساس بأرض العراق ومقدساته ووحدة أراضيه. We'll be right back.